السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فكر جديد. النهاردة هنتكلم ازاي ننظم وقتنا ويكون عندنا وقت فراغ كده كبير ان شاء الله، يعني بحاجات بسيطة كده تقدري تنظمي وقتك ووقتك يبقى ان شاء الله في بركة كده. طبعا احنا داخلين على المدارس فعايزين ننظم وقتنا عشان يبقى في وقت نذاكر الولاد وننظف البيت ونجهز الاكل بدون ما يبقى فيه توتر او تبقي زهقانة انك معرفتيش تخلصي كل حاجة. اول حاجة ودي مهمة جدا انك تصحي بدري. الصحيان بدري ده مهم جدا، وطبعا عشان تعرفي تصحي بدري لازم ننام بدري، يعني بعد ما نصلي الفجر الافضل ان انت ما تناميش. طبعا انت هتصلي الفجر هتقومي تجهزي لولادك الشنطة لو في مدارس وتقدموا المدرسة. لو انتي حاسه ان انتي يعني مش قادره ممكن تنامي بس ساعه واحده او ساعتين، تظبطي المنبه يعني بالكتير قوي تقومي على الساعه 9، حلو جدا. وتاني حاجه بقى برضو مهمه قوي قوي قوي، انك ما تمسكيش التليفون خالص الا لما تخلصي اللي وراكي. يعني مثلا انتي هتقومي اهو تروحي قايمه على طول من النوم، لو هتصلي الضحى قومي صلي الضحى وتقومي تروحي على طول تشوفي ايه اللي انت هتعمليه، وده مهم جدا لان طبعا التليفون زي ما احنا عارفين بيضيع وقتنا جدا. يعني انت لو مسكت التليفون بتحسي يعني ان انت لسه ماسكاه وتلاقي الوقت عدى ساعه مثلا او ساعتين وانت مش واخده بالك خالص من الوقت. فانت ما تمسكيش التليفون خالص لما تكوني خلصتي كل اللي وراكي، وده شيء مهم برضو جدا. تالت حاجه ومن الحاجات برضو المهمه قوي، انك تكتبي الحاجات اللي انت عايزه تعمليها في اجنده. يعني مثلا انت هتقومي تصلي الفجر وانت قاعده على السرير كده الصبح الفجر كده بعد الفجر وبتقولي الاذكار، تروحي تكتبي بقى ايه النهارده مثلا هتعملي ايه، هتعملي اكل ايه، هتنضفي مثلا لو انت مثلا عايزه تنضفي اوضه كويس جدا ايه هتنضفي الاوضه ديت، ايه ده مهم برضو قوي. ايه وبرضو لو مثلا عندك ضيوف، جالك ضيوف هتكتبي انت هتعملهم اكل ايه، هتعملي ايه حاجه حلوه يعني ايه زي حلويات زي كيك زي حاجات من دي. المهم تكتبي كل الحاجات انت هتعملها النهارده، هتذاكري لاولادك امتى، هتكتبي ايه يعني لو انت وراكي حاجه بره هتروحيها كده. فده مهم جدا ان انت تكتبي كل الايه الحاجات اللي انت عايزه تعمليها. وبرده اول ما تقوم الصبح يعني اول ما تقوم الفجر تقومي بقى تشوفي انت هتعملي اكل، لو في حاجه هتطلع من الفريزر وتفك عايزاها تفكي فانت تطلعيها برضو، فانت تكوني واخده بالك كده ايه الاكل اللي انت هتعمليه وتكوني عارفه الحاجات دي كلها جدا، لان ده جدا بيساعد في تنظيم الوقت. وبرده من الحاجات المهمه جدا جدا اننا لما ننظم الوقت نشوف المهم ونعمله الاول، يعني مش نروح عاملين وخلاص اي حاجة، لا في حاجات بتبقى اولى لازم تعمليها في الوقت ده. زي مثلا لو وراكي مثلا مشوار بره، وراكي تطعيم مثلا بنتك او ابنك، ده الموضوع ده مهم يعني لازم هتعمليه في الوقت ده، فانت عادي تروحي تعمليه وتكوني عاملة حسابك ان انت تكوني مثلا منظفة البيت كويس قبلها بيوم او عاملة اكل. لما تيجي مش هتبقي مرهقة، يعني طبعا هتبقي مرهقة فمش هتعملي اكل، مش هتقدري تعملي اكل، او تعملي اكل سريع كده يوميها، او برضو لو كده تجيبي اكل وانتي راجعة. يعني المهم ما ترجعيش بقى وتبهدلي نفسك وتضغطي نفسك وكده وتحسي ان انت الوقت بتاعك بيضيع بسرعة، لان طبعا لما بنخرج برا الوقت بيضيع. خامس حاجة ودي مهمة برضو جدا، الورد. لازم يكون ليكي ورد من القرآن، حتى لو هتقرأي صفحة واحدة ده مهم جدا. ده طبعا في ناس كتير هتسألني هو القرآن ايه علاقته بالوقت؟ لا والله جميل جدا القرآن، وبيجعل ربنا بيجعل كده في وقتك فيه بركة وجميل. ان شاء الله يا رب يكون وقتنا كده فيه بركة ونقدر نستغله في حاجات كويسة. يا رب اكون افدتكم بالفيديو ده، ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.